أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من رب وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله
سمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من
رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله
الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم.